السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان. أول حلقة ليا بعد فوز النادي الأهلي بالمركز الثالث لكأس العالم للأندية. لموني عاتبوني لما قلت الحمد لله على نعمة الأهلي. بس أنا قلت ليه كده؟ أنا قلت كده عشان الأهلي هو السفير لينا بره، هو اللي مشرفنا بره، هو اللي بيمثل الدولة المصرية في التوقيت ده. وسواء الأهلي أو الزمالك كنا أكيد هنقول وكنا هنساند. وكان لنا مواقف كتيرة قبل كده مع الزمالك. بشكر كل الناس اللي كان ليهم دور في الشرح، بشكر كل الناس اللي كان ليهم دور في الاستوعاب والناس اللي فاهمة، مجموعة كبيرة جدا 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 من زملائنا الصحفيين. استوعبوا الموضوع واستيعاب الموضوع، منهم الشرقاوي ومنهم الفولي ومنهم بليغ أبو عايد ومنهم عمر الأيوبي، ناس كتيرة جدا جدا جدا. الناس بقى عندها ثقافة كبيرة وعندها وعي كبير، بقول لهم كل الشكر وكل التحية. ليه قلت الحمد لله على نعمة الأهلي؟ لأن في عز ما القارة السمراء مسيطرة بشكل كبير جدا على القارة الأفريقية بيظهر النادي الأهلي وينتزع البطولة ويروح لكأس العالم للأندية. في عز ما في غياب كبير للأندية المصرية في كأس العالم للأندية كان الأهلي حاضر وكان الأهلي موجود، مش بس موجود للتمثيل المشرف، لا كان موجود للمنافسة، والمنافسة بشرف والمنافسة بقوة. عشان كده بمنتهى الصراحة النهاردة هقول لكم حاجة جديدة تماما بعد فوز النادي الأهلي بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، بعد ما الأهلي شرفنا في الدوحة أمام العالم كله. الحمد لله على نعمة الأهلي، الأهلي يستحق، الأهلي يستطيع، الأهلي بجدارة. والحقيقة كمان موسيماني عمل دور كبير جدا بغض النظر عن المؤيدين وبغض النظر عن المشككين، كل واحد ليه وجهة نظر، ولكن موسيماني أخذ العلامة الكاملة حتى الآن. موسيماني أرقامه هي الأفضل حتى الآن، ما خسرش غير مباراة واحدة من البايرن أمام بطل العالم. وأداء الحقيقة الناس عايزة أداء رائع، ولكن أنت بتلعب مين؟ لو الفرقة اللي قدامك ظهرت بمستوى عادي زي الدحيل، لو الفرقة اللي قدامك ما كانتش على المستوى المطلوب زي بطل البرازيل وانت كنت الأفضل، نيجي نقول الفرقة دي مستواها ضعيف. لو لعبت الباير نقول ما هو ضيعه كان ممكن يفرقوا بأهداف كتيرة جدا. ليه ما بنشوفش نص كوباية المليان؟ ليه ما بنشوفش ان النادي الأهلي كبير وعظيم؟ الأهلي فعلا كبير وعظيم ويستحق الميدالية.